السلام عليكم. شوفوا، هذه أكبر محطة لتصفية المياه المستعملة في إفريقيا، وهذه المحطة تستعمل سيستم تاع لا ديكونتاسيون لوكسيجيناسيون ولا ديكونتاسيون، وهي تقع في ولاية غردايا، وتعتبر واحدة من أكبر المحطات في العالم من حيث المساحة المخصصة لهذا يعني لباسان أحواض هذه يعني الأجزاء الصلبة والملوثات تهبط إلى القاع نتاع الحوض، ثم يكفيه فيه أن راكليطاج الماء الصافي اللي من فوق يتم تفريغه في أحواض أخرى، وما يسمى بسيستم نتاع لا ديكونتاسيون. والاكسجيناسيون هي تجي من المساحة الكبيرة نتاع السطح نتاع الماء اللي عنده الكونتاكت مع الأشعة الشمسية لتقضي على بعض البكتيريات الموجودة في المياه. إذن هذا النظام هذا هو الأكثر استعمالا في المدن الداخلية، اللي ما كانش مجاري تاع مياه اللي تصب في البحر، او ما كانش محطات تصفية مياه المستعملة بالطريقة الكلاسيكية، اذا اللي موجودة في المدن تاع الشمال. اذا هذا المحطة اللي تعتبر تستعمل اخر تقنيات تاع تصفية المياه، وهي يعني تدخل في إطار تقنيات البيولوجية، تستعمل التصفية بطريقة بيولوجية بطريقة طبيعية. البرنسيب هو توسيع مساحة السطح نتاع الماء من كونتاكت مع الأشعة الشمسية، هذا هو لو سيستم نتاع لو سيستم دو ديكونتاسيون اي دوكسيجيناسيون نتاع لي ستاسيون ديبوراسيون في المدن الداخلية. إذن نكتفي بهذا القدر، ونخليكم تتابعوا الفيديو مخصص لهذا المشروع، والسلام عليكم.